خلاص يا فاطمة، لا تسويش بنفسك كذا. بعدين ده أمر الله يا أختي، خلي إيمانك بالله قوي. والمرحوم قدو كان تعبان، والله رحمه يا فاطمة من العذاب اللي كان فيه بو. ايه والله يا فاطمة، لا تسويش كذا بنفسك. بعدين أبوك الله يرحمه رجل كبير وصاحب مرض، يعني شي طبيعي أنه يموت. خلاص يا فاطمة اهدئي وخلي إيمانك بالله قوي يا أختي. آه يا فاتن، كان كل أهلي وناسي يا فاتن، بس ابني وخلاني لوحدي. حرام عليك يا فاطمة، حرام عليك تقول الكلام هذا. وبعدين أخوانك عادهم موجودين، الله يحفظهم لك. وأني فين رحت؟ مش أني موجودة؟ مش أني أختك؟ وأني كمان أختك، ولا أني بنت البطة السوداء. أمانتك يا فاطمة، إذا احتجتي أي حاجة أختك محاسن موجودة. تسلمي يا محاسن، تسلمي. أدعي له يا فاطمة، أدعي له، هو محتاج الآن دعواتك أكثر من أي وقت. الله يرحمك يا أبا، الله يرحمك يغفر لك يا أبا. الله يرحمه، الله يرحمه. شدوا حيلكم يا شباب، البركة فيكم، أختكم في الظروف هذه محتاجة لكم. الحمد لله على كل حال، ده كان متوقع فيه لحظة. مسكين أبي، ارتاح وريح نحن. حرام عليك يا حسن، ده مهما كان أبوك. أنا مش قصدي كده يا عم سالم، هو قد كان شبه ميت والموت رحمه له لنا. رحمه لأختكم اللي جالست تعبانة على سنين وندك مقهورة على أبوها. أختي الله يحفظها دمعتها طارفة، وهذا ما يعنيش إنه نحن مزعلين على موت أبونا، لا بالعكس، نحن مرتاحين لأن أبونا ارتاح من العذاب. العيال كلامهم صحيح يا عم سالم، مش ضروري يبكوا ويشنقوا عشان يثبتوا حبهم لأبوهم. يا واعد أنا ما كانش قصدي كده، لكن العيال باردين باردين. طب إيش نسوي يا عم سالم عشان تبت حبنا لأبونا؟ ولا أشتيكم تسووا حاجة. خلص يا فاطمة، إحنا بنسيبك الآن وإن شاء الله بكرة بنجزع لك. شكراً يا فاطمة، شكراً على كل حاجة. أنا عارفة ظروفك هذه الأيام، مشكلة أياد، بس أنت ما قصرتي، لقيتي وقفتي جنبي. ده واجبي يا فاطمة، أما أياد الله يعينه ويفوق حبسه إن شاء الله. آمين. المهم أنت محتاجة حاجة الآن؟ تسلمي، تسلمي يا فاتن، وأنا أساساً لو احتجت حاجة أكيد ما بستحيش منك. أكيد أكيد يا فاتن. أقول لك مع السلامة حبيبتي. تسلمي. وأمانتك أمانتك يا فاطمة، لو احتجتي أي حاجة تتصلي بي. يلا أمي مع السلامة. فاطمة بكرة ما تسويش غداء، أنا بسوي باجيبة لك. لا لا محاسن، لا لا تتعبش نفسك يا محاسن. الله يهديك، إيش من تعب، بعدين تعبك على قلبي زي العسل. يلا حبيبة مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سلاموا. أظن الله يقربكم. أظن الله يقربكم. يلا شدوا حيلكم يا عيال. احنا كمان ماشيين. نعم، اذا احتجتوا اي حاجه، اي حاجه وفي اي وقت اتصلوا بي. مش بس اتصلوا بسالم، يلا يلا انا موجود كمان. يلا سلام الله. يلا مع السلامه. البقيه في حياتكم. يلا مع السلامه. يلا في امان الله. يلا يا جماعه مع السلامه. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه حبيبي. يلا واختار الله. وعد تعال شكله. واعد يلا خلينا نروح. فاتن لو واعد مشغول انا بوصلك. لا شكرا، معي واعد وبعدين احنا متفقين انه يوصلني. هيا خلينا نروح. طيب يا فاتن، خلاص يا فتحي اجل الموضوع لبعدين، اصلا فاتن مستعجله عشان اروح. مش مشكله واعد، نتواصل انت تليفون. يلا ان شاء الله. محاسن تجي معانا؟ لا لا انا بروح بالصف صراحه، اروح انت الله معاكم. خلاص يلا فاتن، مع السلامه. محاسن أنا وفتحي عندنا مشوار، الحقي واحد. يلا. أوه على خشرة؟ الآن عادوا بيروح بفاتن، وصل لعندي وقال لي لا. طيب يا صلاح أنا بوريك. وعد 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 وعد.
أيمن؟ مالك يا أيمن؟ قالوا لي لك يومين لا تأكل ولا تخرج برا ولا تروح كليتك، ليش؟ خلاص يا أبا، ما عادش شرح الكلية، العيال هناك يكرهونا، يحسسونا كأننا المجرم. استويت ما عاد أقدرش أرفع وجيب وجه أحد. من هذا اللي يكلمنا؟ أيمن؟ يا أبا، العيال فاعلين صفحات بالفيسبوك يتضامروا مع عياد ويهاجمون احنا، ويقولوا علينا ان احنا المجرمين القتلة، واننا ابن الوزير الفاسد. شو اللي لك من دي الهدلة؟ لا كذا المسألة زادت عن حدها. دي لازم ما حدش يسكت عليها أبدا. من فين خرج لنا هذا الفيسبوك؟ من فين؟ قد كنا مرتاحين قبله. لحن أبد تكون الهرجة هذه اللي عقدنا. اسمع، أنت ما تقلقش، أنا بوريهم وبخليهم كلهم يندموا. حتى قلالي يا أبا، ماله هذا الثاني؟ اقتل أبلي المظلوم اللي ضميره يأنب عشان أياد، استوى معادي ماشيناش ويتقارع فوقي. لا 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 لا، هذا شوف أمره سهل سهل، أنا بكرة بكلم أبوه بخليه عقله. المهم اخرج أنت من هذه الحالة النفسية اللي أنت فيها يا ابني. بس يا أبا. يا ابني يا ابني، غيابك هذا وجلستك هذه في البيت والحالة هذه اللي أنت فيها بتخلي الناس يتأكدوا أن الإشاعات هذه حقيقية. اسمع، من بكرة من بكرة شتيك تروح كليتك وانت رافع راسك فوق زي أيمن اللي عارفه، والباقي خلي علي أنا. فينك؟ فينك يا ماجد؟ كيف سويني يا ربي؟ يما صلاح بيجنن بين، صلاح بيجنن بين، قدو محتاج للفلوس عشان يخرج ابنه من السجن، وعادوا كمان يعاند ومش راضي يبيع المحامي بليغ. او مقابض المزايدة ما نش داري، وكل ما افاتحه بالموضوع يعاند ويصيح ويتعصب. بالصراحة زوجك دك التربية، قلبي قدو مليان منه، قلبي منه دود وعقارب سود. اوف، اصلا دحين عمو ماشيش يبيع للتاجر هذا لانه اذاه صلاح كثير بالشغل، وعشان كده يشتي يحرق له قلبه ويروح يبيع المعمل لتاجر تاني. لازم تحاولي اعملي اي حاجه ولا نصيبك في البيعه بيروح، وانت داريه داريه انه مش قليل. داريه يما داريه، بس صلاح تغير، صلاح ما عادوش زي اول. صلاح لا عاد يسمع لي كلمة ولا عاد يقول لي حتى ايش يستوي معه بالشغل زي اول. ايش قصدك؟ يعني قلبه بدا يحن. يحن؟ هي حاسبي حاسبي حبيبتي، لا عاد يكون زوجك معه وحدة تانية غيرك. انت ايش تقولي؟ كيف ايش اقول؟ على قولت المثل يا حبيبتي، اللي ما كانش للاولة كبه كل التانية. زي ما الزوج انت فوق فاتن، مش بعيد يجيب الثالثة عليكم انتو التنتين. أمه ده صلاح، صلاح مش الحق متولي. ها فتحي فينك؟ أنا طالع الآن البيت ومعي صلاح، تعال بسرعة عشان نتكلم. يلا سلام يا صلاح، تفضل. طيب أنت سبقنا المكتب، أنا بشوف اسمه وباقي لك. براحتك. أهلا وسهلا. اسمع اسمع حبيبي. ليش نايمة هنا حبيبي؟ ورايا جيعانة. ليش متعشيتوش؟ نسيم
أكل بسكوت دخل الغرفة، وأنا حتى ملاقات زوجتي من حق أمس. أنا آسف يا نسمة، والله إن أنا آسف، لكن ولا يهمك، أنا بدخلك الغرفة وبنزل أجيب لك روتي يقبني يجنن، تمام؟ يلا. يلا يا بطل. إلا هوبا. صراحة أنا بروح أجيب عشاء للجوال وبرجع. أولادك بلا عشاء الآن؟ يا أخي أنا أحسب إنه في عشاء في الثلاجة وطلع ما فيش. روح بسرعة. أوكي، المهم تاخذ راحتك، قليل وبرجع. أوكي.